الاخير عن الخمر الجديده حسنا اذا لنذهب الى اشعياء ودعونا نقرا لا تذكروا الاوليات هكذا اعتاد الله ان يتحرك من خلالنا والقديمات لا تتأمل بها هانذا انظر لهذا هانذا صانع امرا جديدا الان ينبت الا تعرفونه اي هل ستعرفونه البعض سيعرفه والبعض لا الذين سيعرفونه سيخرجون من البرية بنجاح. إلا تعرفونه؟ أجعل في البرية طريقا في القفر أنهارا. إذا الأرض التي كانت أرضا جافة وعطشة في وقت ما ستصبح الآن حقلا مثمرا جدا، هذا ما قاله الله. ماذا حدث؟ ما حدث هو انظروا معي، أريد أن أقرأ من ملاحظاتي لأن هذا مهم جدا. الأمر الذي سيفعله الله جديد بالنسبة لنا. حسنا؟ تذكروا: كورنثوس الثانية يقول: نتغير من مجد إلى مجد. وبين كل تغيير وتغيير، هناك برية بينهما. إذن، اقبلوها لأن منها الأمر الجديد. بهذا يحضرنا إلى المستوى التالي من المجد. كثيرًا ما نقاوم التغيير لأننا نعتاد الأشياء. نرتاح في الوضع النمطي. أنا نمطي جدًا عن نفسي. اسألوا ابني. نفس الإفطار منذ سنوات. نفس الطعام كل صباح اليس كذلك لذا فانا من الناس الذين يجب ان يقاوموا هذا الامر ميلي الطبيعي هو السعي لتحقيق شيء ما الم يقل بولس انا اول الخطاه انا اقول للناس انا اول المناضلين كما انني اميل الى ما تعودت عليه تطلب الامر ابناء اتقياء جدا وزوجه تقيه ليساعدوني على التغيير لأنني كنت متمسكا بالقديم وكان صعبا علي أن أجدد، لكنني الآن عمري ستون عاما وأقول هيا بنا يا رب لنفعل شيئا جديدا، أحب هذا لأن عن خبرة رأيت ما يحدث، أتفهمون؟ حسنا، لنتحدث عن هذا التغيير أريد أن أقرأ إنجيل لوقا الأصحاح الخامس، أحب هذا لذلك أجلته للدرس العاشر في يوم قالوا له قولوا قالوا لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويصلون؟ وكذلك تلاميذ الفريسيين ايضا واما تلاميذك فياكلون ويشربون. اول سؤال سنساله هو من الذين قالوا؟ هل هم الفريسيون؟ نعرف على وجه اليقين من هم من نفس القصه في متى؟ حينئذ اتى اليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا ونقدم طلبات؟ هذا من انجيل لوقا، واما تلاميذك فلا يصومون. انتظروا لحظه يجب ان نتحدث عن هذا تلاميذ يوحنا المعمدان فكروا في هذا الامر هؤلاء قاموا بتضحيات كثيره ليتبعوا الله لانه منذ عام واحد كان يوحنا في مقدمه من يستخدمهم الله فكروا الجميع يخرجون له انه الشخص الذي تنبا الكتاب انه سيعد طريق الرب وهؤلاء لكي يكونوا مع يوحنا ويصبحوا تلاميذه عاشوا في الصحراء كان طعامهم جرادا حسنا هل سمعت ما قلته للتو قلت جرادا كان هذا طعامه وياكل عسلا بريا حسنا يعيش في الصحراء يرتدي رداء من جلد الجمل ومنطقه من جلد هذا رئيسهم في العمل منذ سنوات اتفهمون ثم الان اصبح رئيسهم في السجن ويسوع لا يتبع قوانين لعبتهم يحضر حفلات المافيا وياكل ويشرب وهم لا يمسون شيئا من الكرمه لان يوحنا نذير لذا كانوا متعجبين جدا انتم لا تخدمون الله كما نخدمه نحن ومن الواضح ان يوحنا المعمدان كان يصوم كثيرا فقالوا ما الذي يحدث أنتم تحضرون الحفلات وتأكلون كل هذا. نحن صائمون، ماذا يحاولون أن يفعلوا؟ أن يعيدوا يسوع إلى طرقهم في خدمة الله. لأنه منذ عام واحد كان الله يعمل هكذا. جراد وعسل، صحيح؟ الصحراء وليس أماكن أفراد المافيا الغنية. وشرب أجود أنواع الخمور، صحيح؟ فقالوا: يكفي يجب ان نكلمه فيسوع احب اجابته فقال لهم هل بني العرس يصومون ما دام العريس معهم بالطبع لا حسنا ما يقصده يسوع هو لماذا يجب ان يصوم التلاميذ لقد صنعتم من الصيام دينا مهما ارادوا الله الظاهر في الجسد موجود هنا فليطلبه مني وساعطيهم اياه احب كيف يكشف التدين روح التدين تتعلق بما فعله الله في الماضي وتقاوم العمل الحالي كانوا يقولون موسى ابانا وكانوا يقاومون ابن الله الموجود امام اعينهم وهذا ما يفعله هؤلاء صحيح يقول يسوع ولكن ستاتي ايام حين يرفع العريس هل يقول يرفع هذا ما يؤكد عليه هنا عنهم فحينئذ يصومون هل يتحدث عن الطعام هل عاد لموضوعهم نعم أرى ذلك، لكن ما أعتقد أنه يتحدث عنه فعلاً هو الصوم في محضر الله. حين يُرفع العريس عنهم، ماذا سيحدث حين يرفع؟ صوم في حضوره المحسوس. أترون هذا؟ كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت أن هذا هو التفسير الصحيح مما بعده؟ وليس أحد يجعل خمراً جديدة في زقاق عتيقة. لئلا تشق الخمر الجديده الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف ساتحدث عن هذا الامر اولا الى ما ترمز الخمر في الكتاب المقدس دائما ترمز الى الحضور المحسوس للروح القدس قال ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا بالروح بمعنى اخر قصد بولس الامتلاء بالروح هو الامر الحقيقي الذي يبحث عنه السكيرون والمدمنون وهو الإشباع الذي يأتي فقط من الامتلاء بالخمر الجديد، وهو حضور الإله الحي، صحيح؟ يجعل خمرًا جديدة في زقاق عتيقة، ما هي الزقاق؟ حسنًا، يحصدون العنب ثم يسحقونه، ثم هناك وقت تخزن فيه الخمر، كانوا يستخدمون جلود الخراف، حسنًا، كانوا يسمونها قارورة خمر، لكنها من جلود الخراف، قبل أن يضعوا الخمر في الجلود تكون مرنه ولينه جدا تنثني صحيح كانوا يضعون العصير فيها حسنا فتقدر ان تحمل الخمر لكن بعد شهور وشهور وشهور يمتص طقس الشرق الاوسط الرطوبه من جلود الخراف ويسبب جفافها فعندما يفرغونها من الخمر تفقد الجلود نعومتها ومرونتها ولينها وتصبح جامده قاسيه وهشه فان وضعوا المزيد من الخمر في تلك الجلود سيفجر الجلود وسوف يفقد الخمر حسنا والان حين كنت في بريتي الثانيه حين كنت راعي الشباب اراني الله هذا حسنا اريد ان اقول اولا ستهرق الخمر اي ستفقد عمل الله الجديد والزقاق تتلف كما ترون الزقاق هو الاناء الذي يحمل عمل الله الجديد اي الخدمات الكنائس نحن الافراد اذا فالله ليس مهتم بفقدان عمله الجديد فقط بل بالاناء ايضا بمعنى اخر ارى الله يقول ان اردت ان تظل جامدا وقاسيا احتفظ بالقديم لكني سافعل شيئا وأنت ستظل في الماضي ولن تكون لديك قوة ما أفعله هنا كنت أصلي وكان الله يقول لي أنا أصنع منك زقاقا جديدا وبينما أصلي رأيت رؤيا رأيت فيها زقاق الخمر تلك تنقلب وينسكب منها الخمر كله فقلت يا إلهي يجب عليك أن تسكب الخمر لكي تعيد تجديد الزقاق بعد أن يسكب كل الخمر أول شيء يفعلونه ينقعونها في الماء لبضعة أيام، ثم يمسحونها بزيت فيعيدون لها الليونة. إذا نظرتم للماء، إنه غسل الماء بالكلمة. تذكروا ما قاله أيوب أكثر من فريضتي ذكرت كلام فيه. إذا عندما نكون في جفاف، توغل في كلمة الله. أحد الأمور التي أفعلها قبل أن أقرأ الكتاب في الصباح أصلي. يا روح الله! انا اقرا منذ سنوات لكنني لن افهم الا ان اعنتني اريد جانبا من يسوع لم اره من قبل ابدا افعل هذا حتى بعد ثمانيه وثلاثين عاما مع الله حسنا لانني اعرف اهميه كلمه الله نحن نغسل بها صحيح ثم المسح بزيت الزيتون هو الصلاه حسنا ما يقصده هو ان فعلت هذا ماذا يحدث ستصبح اناء يصلح لصب الخمر الجديده فيه اي عمل الروح الجديد الجديد بالنسبه لنا وليس بالنسبه لله اذا نظرتم الى كل اعمال الله السابقه على ما ستحصلون ستحصلون على مؤسسات وايضا على اناس عالقين حضرت كنائس ورايت فيها قصة عالقا في الثمانينيات يفعل ما كنا نفعله في الثمانينيات يرنم نفس الترانيم ويضع نفس الديكور ورأيت قساوسة عالقين في التسعينيات ورأيت قساوسة عالقين في السنوات الأولى من الألفية الثانية. من المهم جدا أن نطالب بخطوة جديدة للروح مهما كان طول مسيرتنا مع الله. استفدتم شيئا؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا. اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org انظروا ماذا قال يسوع بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة أو مجددة وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد يقول العتيق أطيب الأمر هكذا. كلما ظهر عمل جديد لله في حياتي تكون معركة الرغبة في البقاء في القديم. أحب القديم. اعتدت عليه. أنا شخص أحب الانضباط. اعتاد الأشياء. أحب هذا. لكن الله يقول لا. 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 سأفعل أمرا جديدا. سمعتها في رسائل. فمثلا انا كنت اعظ عن قتل الكريبتونايت بجنون في كل مكان اذهب اليه وراينا في رحله بيت ايل الاف الاشخاص يخلصون رائع هذا في الماضي حين كانت يد الله على الرساله لكنني حاولت ان اعود واعظ هذه العظات فقط لانني اريد شيئا اعظه وكانت ضحله رغم انني حين وعظتها منذ عشر سنوات عندما كلفني الله ان اعظها في كل مكان كانت قويه لكن الآن مع رسالتي البرية لم أعظ عنها طوال تلك السنوات، فقد كتبت أول كتاب عنها عام 91، وقرأتها قريبا، وقلت هذه رسالة للتسعينيات، هذا يحتاج إعادة، لهذا نعيد كتابته في يناير 2019، لأنه يحتاج أن يتم تحديثه. وضع الله هذا في قلبي، لماذا؟ لأنه يعد كل هذه الأصوات النبوية شبابا في عمركم، صحيح؟ الشيوخ مثلنا سيحلمون أحلاماً وهو يقول ها أنا صانع أمراً جديداً إذن لا تعتاد على القديم لا تقول أحب الطريقة التي استخدمني بها العام الماضي أو التي استخدمني بها منذ سنوات لا إنه يصنع أمراً جديداً هل تقول أمين لهذا الأمر؟ إليكم خلاصة القول جاهزون؟ هذا ما قصده يسوع البقاء في الوضع القديم أسهل بكثيرٍ من الدخول في عملية البحث الدؤوب المطلوبة للانتقال إلى وضع جديد. هذا ما يمنع الشخص من الذهاب للجديد. اتخذ القرار في قلبك الآن حالًا، هيا هيا هيا. قبل أن يأتي وقت صعب جاف. لأنه في الجفاف، ما ستريده هو العودة للقديم. نفع في الماضي وسينفع لأن بقاياه موجودة. سينفع، لكنك لن تكون في مقدمة عمل الله حسنا إذا يجب أن أختم الآن لكنني سأقول بعض النقاط الختامية المهمة رقم واحد توقف توقف عن توقع كيف سيرقيك الله تخلص من فكرتك عن الطريقة التي سيرقيك بها أتذكر كنت أفكر كيف يمكن لصبي تربى في بلدة سكانها ثلاثة ألاف لم يحضر سوى الكنيسه الكاثوليكيه ولا يعرف احدا كيف سيرفع الله هذا الصبي ليعظ للامم واتذكر انني حاولت ان اكتشف كيف سيدخلنا الله الى خدمه الوعظ وذات يوم قلت هذه هي الطريقه وقال لي الروح القدس لقد اكتشفت طريقه لن استخدمها معك هذا مذهل لم اعرف ابدا كيف سيفعل الله ذلك هذا عمله لان الله هو من يمنح الترقيه حسنا اذن تخلص من رقم اثنان تخلص من استيائي من الله يقول في اعمال اربعه وعشرين ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثره من نحو الله والناس كثيرا حين نكون في بريه نريد ان نلوم الله ونتضايق من الله ونشعر بالمراره من الله ونخاف ان نعترف ان حدث هذا اولا كن صادقا اسكب قلبك امام الله كن صادقا ارميا لم يشتكي لاصدقائه بل ذهب الى الله يجب ان تقول يا رب انا غبي لانك انت كامل وحبك لي كامل ابي الارضي لم يحبني قدر ذره من حبك لي فمن الواضح هناك ما لا افهمه انا من يقاوم السلطان هنا وعليك ان تتخلى عن مرارتك وعن اي استياء فيك من الله رقم ثلاثه لا تتذمر انه خامس شيء منع اسرائيل من ارض الموعد هذا ما جعلهم يتجولون في الصحراء لبقيه حياتهم ونحن نربي اولادنا سترونه جنونا كنا نؤدبهم على التمرد كلما تذمروا صحيح حسنا لماذا لان التذمر اهانه للسلطه لا يعجبني ما تفعله لو كنت مكانك لفعلته بشكل مختلف اذن اتذكر ذات مره كنت صائما في جبال جورجيا نعم توجد جبال في جورجيا كنت استخدم بيت شخص اتذكر انني وصلت لمرحله الافتخار بانني لا اتذمر مررت بظروف صعبه جدا وتاكدت من انني لا اتذمر واتذكر انني استيقظت في ذلك الكوخ في جبال جورجيا وسمعت الروح يقول اسمع التذمر في قلبك لم اقم من السرير بل تدحرجت ونزلت على ركبتي وقلت يا الهي السماوي سامحني 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 لذلك احمي قلبك من التذمر. رقم اربعه جهز ذهنك وقلبك لتتمسك به. انظروا الى عبرانيين عشره هذا جيد جدا لانكم تحتاجون الى الصبر حتى اذا صنعتم مشيئه الله تنالون كل ما وعد به كل ما وعد به. أريدكم أن تنظروا إلى ترجمة ذا لا يزال شيء مؤكد، لكن عليك التمسك. أحب هذه الجملة: عليك التمسك بخطة الله لكي تكون جاهزًا حين يتمم الله ما وعد به. أحب هذا. رقم خمسة: إن تمسكت، ستأتي الترقية. اسمعوني. الترقية سوف تأتي. هيا انظروا إلى بطرس الأولى. خمسة: لذا كن راضيًا عن حالتك. ولا تغتر يد الله القويه عليك وهو اي الله وهو سيرقيك في الوقت المناسب وقتنا المناسب عاده ما لا يكون وقت الله المناسب مزمور واحد في يدك اجالي هذا جزء من ربوبيته عش بلا هم من امام الله هذا الكلام يعني لا تقلق على تحقيق الوعد الله سيتاكد انه سيتحقق فهو يهتم بك جدا ثم اريدكم ان تروا مزمور خمسه يقول عن الابتهاج او الترقيه لا تاتي لا من المشرق ولا من المغرب لماذا لانها تاتي من الشمال ولكن الله هو القاضي تذكروا ان عرشه في الشمال هذا يضعه وهذا يرفعه تاملت كثيرا في تلك الايه وقلت يا رب ماذا سافعل يوم تضعني وترفع غيري ليتني اتجاوب جيدا يوحنا المعمدان قال ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص واعرف ايضا انه في السجن ارسل تلاميذه ليسوع قائلا انت هو الاتي ام ننتظر اخر هل تمزح لقد راى السماوات مفتوحه وروح الله لهذا ارسل يسوع له رساله مقتبسا من سفر اشعياء قائلا ملحوظه يا يوحنا طوبى لمن لا يعثر في الترقيه ستاتي تاكدوا رقم سته ليكن الهدف الاهم امامك دائما انظروا الى افسس واحد الذي فيه أيضا لنا نصيبا معينين سابقا هذه توتر الناس سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لا تخافوا معينين سابقا لمجرد أن الناس أساء تطبيقها واستخدامها لنرى معناها لكي لا تخافوا كلمة سابقا معناها قبل البداية كلمة معينين معناها تحدد مكان النهاية أو خط النهاية ضع الكلمتين معا ينتج تحدد خط النهاية قبل البدء. الله كتب قصة حياتك قبل ان تولد حتى. مزمور 139 يقول رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم ما تصورت إذ لم يكن واحد منها. لديه خطة عظيمة لحياتك، مستقبل مليء بالأمل والسعادة والوعود. لا تستسلم. ما هو خط النهاية؟ ما الذي عيننا له؟ يقول بولس لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، هذا هو الهدف الرئيسي للمسيحية كلها، الهدف الرئيسي الذي خلقنا له لنكون قديسين، يريدنا أن نشبه صورة يسوع المسيح. في الخدمة ربما ننحرف عن مسارنا، انظروا للمكابيين كانوا مصممين على إبعاد الوثنية عن إسرائيل قبل المعمدان بمائتي عام، بدأوا بداية جيدة لكن لم يكن تركيزهم دقيق لم يركزوا على قلب الله مثل داود وموسى فانتهى بهم المطاف فريسيين نقطة النهاية الأولى والأهم الجي بي اس الداخلي هو أن نشبه صورة يسوع المسيح إن كنت قصا يجب أن توجه شعبك إلى هذا إن كنت مؤمنا إن كنت تلميذا ليسوع المسيح ليكن هدفك أن تصبح مثله وأخيرا رقم سبعه في الختام اريد ان اقرا كورنثوس الثانيه اربعه لانه يلخص الامر يقول لذلك لا نفشل لا تفشل لا تستسلم بل وان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما في واو والان انظروا فان خفه ضيقتنا يعتبر الله اسوا تجاربنا ضيقه خفيفه ضيقتنا الوقتيه تذكروا اللحظه عند الله عده سنوات تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا ماذا نفعل يقول بولس هذا قاله بعدها ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى اي ظروفكم بل الى التي لا ترى يتحدث عن كلمه الله الوعود الى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتيه واما التي لا ترف ابديه الدعوه التي وضعها الله على حياتك دعوه ابديه لن ياخذها احد منك ابدا لن يخرجك احد من مشيئه الله ابدا حاول اخوه يوسف ان يفعلوا قالوا سنقتله وسنرى ان كان سيقودنا لكن لم يستطيعوا حاول شاول ايضا مع داود لم يستطع الوحيد الذي يخرجك من مشيئه الله هو انت اسرائيل تذمروا واشتكوا والنتيجه لم يدخلوا الى وعود الله التي اعدها لهم اريدك ان تدخل اريدك ان تتمم دعوتك ومصيرك لاننا نحتاج ما سيفعله الله بك ان يتم على الارض فننهي مهمتنا ونعود للوطن اذن بهذا اريد ان اصلي من اجلكم الان ربما تكون في بدايات بريتك وربما في نهايتها وربما لا تكون في بريه بل في واحه الان لا يهم سوف تواجه بريه ان عاجلا او اجلا لذا دعنا نصلي أشكرك يا أبانا من أجل كل ما حدث في هذه الدورة. أشكرك من أجل حياتهم ومن أجل دعوتك لحياتهم، إنها متميزة. ولا واحد ممن يشاهدونني ليس له دعوة متميزة. قلت: وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل. لذلك أنا أصلي يا أبانا أن تعطي القوة اللازمة والإقدام والصبر. لاخوتي وهم يفعلون ما تعلموه في هذه الدوره وهو ان يطيعوا كلمتك ويظلوا مركزين عليك وعلى ما تقوله كلمتك اصلي قوه لحياتك اربط قوى الظلام التي حاولت ان تعطلك وتوقفك واطلقك الى روعه خطه الله وارادته باسم يسوع القدير امين من دواعي سروري كان شرف لي ان اشارك معكم القليل عن البرية. أثق أنه في دراستكم للكتاب الآن سيكشف الروح القدس جوانب أعظم لها وستكملون بناء فهمكم لكي تفعلوا الأمر المناسب في الوقت المناسب لنتائج صحيحة. بوركتم